التوريد المخزني يتم الدخول إليه من إدارة المخزون. العمليات التوريد المخزني، يقصد بالتوريد المخزني هو عملية شراء وتوريد بضاعة أصناف يعني أو مواد خام أو قرطاسية أو مواد إنتاجية إلى المخازن. قد تكون عملية توريد إما بالآجل أو نقدا من الصندوق. يتساءل البعض، هل هناك فرق بين التوريد المخزني وفاتورة المشتريات؟ الإجابة، تعتبر التوريد المخزني وفاتورة المشتريات عملية شراء، لكن الفرق يكمن في النقاط التالية. متى نستخدم توريد مخزني أو متى نستخدم فاتورة مشتريات؟ التوريد المخزني في حالة أن تكلفة البضاعة أو المشتريات التي يتم شراءها وتوريدها تكلفة نهائية، بمعنى ليس عليها مصاريف إضافية، يعني ليس عليها مصاريف لا شحن لا جمارك لا تفريغ. في مثل هذه الحالة نستخدم توريد مخزني. مثلا تم شراء بضاعة بمبلغ 10 مليون ريال. في مثل هذه الحالة يتم استخدام توريد مخزني. لكن في حالة فاتورة المشتريات، تكلفة المشتريات ليست نهائية، بمعنى هناك تكلفة البضاعة التي يتم شراءها زائدا مصاريف شحن أو جمارك أو تفريغ أو نقل وغيرها. مثال، تم شراء بضاعة مبلغ 10 مليون ريال، وقد كانت مصاريف الشحن مثلا 100 ألف ومصاريف التفريغ 30 ألف. في مثل هذه الحالة يتم استخدام فاتورة مشتريات. الفرق الثاني بين التوريد المخزني وفاتورة المشتريات، في فاتورة المشتريات إذا تم شراء بضاعة وحصلنا على كميات مجانية أو خصم أو تخفيض يتم استخدام فاتورة مشتريات. لكن إذا تم شراء بضاعة ولم نحصل لا على خصم ولا على توريد ولا على تخفيض، في مثل الحالة يفضل استخدام التوريد المخزني. طبعا التوريد المخزني موجود في إدارة المخزون، بينما فاتورة المشتريات موجودة في إدارة المشتريات. كذلك يستخدم فاتورة المشتريات في حالة الشراء من الخارج، بمعنى فتح ما يطلق عليه بالاعتمادات المستندية، مصاريف الشحن والجمارك وغيرها. إذا سنوضح الآن مثال بسيط على كيفية استخدام التوريد المخزني، الشراء بالآجل. مثال، تم شراء توريد الأصناف التالية من شركة تكنولوجي سوف بالدولار، وقد وردت إلى المخزن الرئيسي. الأصناف الظاهرة أمامكم، الكمية، الوحدة، التكلفة. الآن سوف نطبق خطوات استخدام التوريد المخزني. نعود مرة أخرى إلى التوريد المخزني. ما علينا إلا أن نقوم بالضغط على زر الإضافة. سوف يظهر رقم التوريد الأول ويظهر كذلك التاريخ آليا، ثم نقوم بتحرك بالماوس أو بزر التاب. في حالة أنه تم الشراء نقدا نقوم بإدخال حساب الصندوق في رقم الحساب، أما إذا كان الشراء بالآجل فنقوم بإدخال حساب المورد بعد أن يتم إضافته في الدليل المحاسبي. هناك طريقتان لإنزال أرقام الحسابات في التوريد المخزني، إما عن طريق رقم الحساب أو عن طريق اسم الحساب. رقم الحساب مثلا رقم الموردين في الدليل المحاسبي 221، ثم نقوم مثلا بالضغط على F9 سوف يظهر لنا أسماء الموردين الذين تم إضافته، مثلا شركة تكنولوجي، نقوم بالضغط عليها مرتين حتى تقوم إيش بالظهور والتحرك بالتام. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يتم البحث عن طريق الاسم. ما علينا إلا الذهاب إلى اسم الحساب ونقوم بإدخال رمز النجمة، ثم نقوم بكتابة اسم المورد أو جزء من اسم المورد، مثلا تكنولوجي، ثم الضغط على F9 مثلا سوف تظهر مباشرة، نقوم باختيارها ثم التحرك بالتاب أو بالماوس. الآن نحدد المخزن الذي سوف يتم إدخال البضاعة إليه، مثلا المخزن الرئيسي. مركز التكلفة، في حالة أن الشركة تقوم باستخدام مراكز تكلفة نقوم باختيار مركز التكلفة إذا كان إجباريا، أما إذا كان اختياريا فالأمر يعود إلى الشركة. نوع التوريد، طبعا حقل اختياري ليس إجباري. طبعا تم إضافة أنواع التوريد في شاشة أخرى تسمى شاشة أنواع التوريد المخزني، الغرض منها فقط التقارير. ثم نتحرك بالتاب إلى رقم الصنف،
هناك طريقتين لإنزال الأصناف، إما عن طريق رقم الصنف على النحو التالي، مثلا في حالة كنا حافظ لرقم الصنف. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يتم البحث عليه من خلال مثلا إدخال جزء من رقم الصنف مثلا 001، ثم الضغط على F9، سوف تظهر جميع الأصناف التي قمنا بإدخالها أو الموجودة لدينا في الشركة. الطريقة الثالثة وهي الطريقة الأفضل في الواقع العملي في حالة كان لديك أصناف كثيرة، هو البحث عن طريق الاسم. ما عليك إلا إدخال رمز النجمة، ثم تقوم بكتابة اسم الصنف كامل أو جزء من اسم الصنف، مثلا تلفون سامسونج، نكتب سامسونج، ثم الضغط على F9. نلاحظ ماذا؟ سوف تظهر أي صنف فيها كلمة سامسونج، ثم نختار الصنف المولد مثلا الصنف الأول، نضغط عليه مرتين، ثم نقوم بالتحرك بالتاب، نقوم هنا بإدخال الكمية، مثلا تم شراء 100 حبة، تحرك بالتاب، نقوم الآن بإدخال التكلفة. نلاحظ أن شركة تكنولوجيا بالدولار، إذا سوف يكون تكلفة إيش؟ بالدولار، وقد ظهر هنا سعر الصرف. الآن نقوم بإدخال التكلفة مثلا 540 دولار، ثم التحرك بزر التاب. في حالة إذا كانت الأصناف مثلا مواد غذائية، أدوية، وتم إدخالها في التوريد المخزني، وتم التأشير على خيار استخدام تواريخ الانتهاء، سوف يطلب منك النظام أن تقوم بإدخال تواريخ الانتهاء في هذا الحق، ثم يتم التحرك بالتاب أو الماوس. الآن نقوم بإدخال الصنف الثاني مثلا 001 F9، مثلا تلفون سامسونج جالاكسي 2، تحرك بالتاب 20 حبة، التكلفة مثلا 500 دولار كمثال. الصنف الثالث البحث عن طريق اسم، علينا أن نقوم بكتابة نجمة ثم مثلا HT ثم F9، نضغط عليه مرتين، الكمية 20 حبة مثلا، التكلفة 450 دولار كمثال، ثم يظهر الإجمالي. في حالة أن الشركة تستخدم الأرقام التسلسلية للأجهزة الإلكترونية أو المشتريات، فبعد أن يتم التأشير في إدارة النظام على استخدام الأرقام التسلسلية عند إضافة الصنف، سوف يظهر هذا الحق للرقم، ما علينا إلا أقوم بالضغط عليه. مثلا الرقم التسلسلي سوف يبدأ من 1000 مثلا، حسب ما هو مكتوب في الجهاز أو ما يطلق عليه بالسيريال نمبر، إلى مثلا 1100. سوف تظهر الأرقام التسلسلية، ثم نقوم بعملية الحفظ والتحرك بالتاب. في أسفل الشاشة لدينا حقل اسمه البيان، في مثل هذه الحالة نوضح الطريقة. مثلا لكم قيمة بضاعة بالآجل، فاتورة رقم مثلا 50، رقم المرجع يقصد به رقم فاتورة الشراء، عندما نقوم بالشراء من الموردين فلم يعطونا فاتورة، نقوم بإدخال رقم المرجع هنا 50 مثلا، ثم نقوم بعملية الحفظ ولطباعة التوريد، ما علينا إلا أن نقوم بالضغط على زر الطباعة. إذا أردنا مثلا الاستعراض، نقوم بالضغط على نو، سوف يظهر التوريد المخزني بالطريقة الظاهرة أمامنا، اسم الشركة، رقم التوريد، رقم الحساب، البيان والإجمالي. فإذا ما أردنا الطباعة، ما علينا أن نقوم بعملية الطباعة. أما إذا كانت الطابعة مرتبطة مباشرة بالكمبيوتر، فنقوم بالضغط على زر، ثم نقوم بالضغط يس. هل تريد إرسال التقرير مباشرة؟ نقول له يس. مثال آخر على توريد مثلا مواد غذائية أو أصناف غذائية لها تواريخ انتهاء نقدا مثلا، نقوم بالذهاب إلى المثال الآخر. تم التوريد طبعا نقدا، تم شراء أو توريد الأصناف من شركة قاسم التجاري نقدا، وقد وردت إلى المخزن الرئيسي، اسم الصنف، الكمية، الوحدة، التكلفة. نعود الآن إلى التوريد المخزني، ما علينا إلا أن نقوم بالضغط على زر الإضافة، سوف يظهر رقم 2، ثم التحرك بالتاب،
رقم الحساب. هناك طريقتان لإنزال أرقام الحسابات، إما إدخالها مباشرة أو البحث عنها بالضغط على F9، أو إدخال جزء من رقم الحساب مثلا 212 ثم F9 مثلا صندوق ريال يمني، أو البحث من خلال اسم الحساب، رقم المخزن، المخزن الرئيسي، نوع التوريد نقدا مثلا، طبعا هذا الحق الاختياري. ثم نذهب إلى رقم الصنف، هناك طريقتان لإنزال أرقام الأصناف أو الأصناف، إما عن طريق اسم الصنف أو رقم الصنف مثلا، ثم التحرك بالتاب، الكمية 100 كرتون كمثال، السعر 370 ألف، 3700 ريال، أعتذر. تاريخ الانتهاء، نلاحظ ماذا؟ سوف يطلب منك النظام إدخال تاريخ الانتهاء، لأننا حددنا أمام هذا الصنف في بيانات الأصناف أن له تاريخ انتهاء. ما عليك إلا أن تقوم بالضغط مرتين بالماوس، سوف يظهر التقويم. نقوم باختيار الشهر، السنة، اليوم، مثلا سوف ينتهي بشهر إبريل مثلا 2015 بتاريخ 16 إبريل 2015، ثم نقوم بعملية الحفظ، أوكي. ثم التحرك بالتاب، الطريقة الأخرى للبحث على الأصناف عن طريق الاس، نكتب نجمة فقط مثلا، رمز النجمة، ثم نكتب مثلا سيزر، عصير سيزر، ثم F9، سوف يظهر مباشرة، نضغط عليه مرتين. التحرك بالتاب، الكمية 150 كرتون كمثال، السعر مثلا 4700، سوف يطلب منك تاريخ الانتهاء، نقوم بإدخال تاريخ الانتهاء بالضغط مرتين على هذا المربع، ونختار تاريخ الانتهاء الموجود في هذا الصنف، ثم نقوم بعملية الأوكي. البيان، شراء نقدا من محلات القاسم مثلا، فاتورة رقم، ويتم إدخال رقم الفاتورة ها هنا كمرجع، ثم نقوم بعملية الحفظ. الآن ملاحظة هامة جدا، في جميع عمليات إدارة المخزون أو المشتريات أو المبيعات، فإن المخازن تتأثر مباشرة بمجرد الحفظ، أي أننا إذا قمنا بعمل فاتورة مبيعات أو فاتورة مشتريات أو مردودات أو صرف أو تولد مخزن، بمجرد أن ندخل البيانات والكميات ونقوم بعمليات الحفظ، الكميات تدخل أو تخرج من المخازن مباشرة، تتأثر المخازن كميا. أما التأثير المالي للحسابات فلا يتم إلا بعد عملية الترحيل، وتتم الترحيل من إدارة الحسابات على النحو التالي: نخرج من التوريد، نقوم بالذهاب إلى إدارة الحسابات، الترحيل، أوامر التوريد المخزني، نقوم بإدخال رقم التوريد أو الضغط على أمر مرتين، ثم التأشير عليها جميعا. في حالة أردنا استعراض أوامر التوريد، ما علينا إلا أن نضغط على التاريخ بالزر أيمن، سوف تظهر هذه الكمية، ثم نقوم بعملية الترحيل. وبعد عملية الترحيل لأوامر التوريد المخزني، يتساءل البعض: ما هو القيد المحاسبي الذي ينفذه النظام آليا؟ كقاعدة عامة، التوريد المخزني دائما وأبدا يكون حساب المخزون بالطرف المدين، لأنه أصل زاد، بينما يكون الطرف الدائن حساب الصندوق إذا كان التوريد نقدا، أو حساب الشركة البائعة لنا أو التي اشترينا منها إذا كان بالآجل. ولمعرفة القيود التي ينفذها النظام آليا، ما عليك إلا أن تدخل إلى إدارة الحسابات، التقارير اليومية العامة، نوع المستند، نحدد أوامر التوريد المخزنية، ثم نقوم بالضغط على زر الطابعة، سوف تظهر لنا اليومية العامة، مثلا أمر التوريد رقم 1، القيد المحاسبي من حساب المخزون، مخزون التلفونات الجوال، إلى حساب شركة سوق البرمجيات التي اشترينا منها كمورد دائن، هذا إذا كان الشراء بالآجل. أما إذا كان نقدا، من حساب المخزون مدين زاد إلى حساب الصندوق. فإذا ما عدنا مرة أخرى إلى التوريد المخزني،
وأردنا البحث على جميع عمليات التوريد المخزني التي تم تنفيذها. ما علينا إلا أن ندخل إلى شاشة أمر التوريد المخزني، ثم نقوم بالضغط على زر البحث ونذهب إلى رقم التوريد. نقوم بإدخال رقم التوريد مباشرة أو الضغط على F9، سوف تظهر جميع التوريدات التي تم تنفيذها، ثم نقوم بالضغط على أحدها. نلاحظ أنها سوف تظهر. يتساءل البعض، إذا ما أردنا التعديل ما الذي يحدث؟ إذا ما أردنا التعديل مثلا، أضغط على زر التعديل سوف تظهر هذه الرسالة: لا يمكن تعديل أمر التوريد المرحل. إذا حدث خطأ في التوريد المخزن، في الحساب، في الكميات، في البيان، وأردنا تعديل أمر التوريد المخزني لكنه مرحل، في مثل هذه الحالات، في حالة إذا كان لك صلاحيات إلغاء الترحيل، فإننا نقوم بإلغاء الترحيل ومن ثم تعديل الخطأ. خطوات إلغاء ترحيل أمر التوريد: ما علينا الضغط على موافق، أوكي، الخروج من إدارة المخزون، الدخول إلى إدارة النظام، إلغاء الترحيل أوامر التوريد المخزنية. نقوم بتحديد رقم التوريد المراد إلغاء ترحيله، مثلا التوريد الأول، ثم نقوم بالضغط على إلغاء الترحيل. فإذا ما عدنا مرة أخرى إلى التوريد المخزني، العمليات، توريد، وقمنا بالضغط على زر البحث F9 واخترنا التوريد الأول رقم 1 الذي تم إلغاء ترحيله، فإذا ما قمنا الآن بالضغط فإن النظام سوف يسمح لنا بإلغاء الترحيل. نقوم بالضغط على زر التعديل، نلاحظ ماذا؟ يسمح النظام بالتعديل سواء في الكميات، في الأسعار، في البيان. ويشترط كذلك من أجل إمكانية إلغاء الترحيل أو حذف أمر التوريد ألا يكون، والتعديل على الأصناف الموجودة في أمر التوريد المخزني ألا يكون قد حدثت حركة على أي صنف من أصناف أمر التوريد. ويقصد بالحركة إما مردود أمر التوريد، إما أمر صرف، إما فواتير مشتريات، إما فواتير مبيعات. فإذا ما حدثت حركة بعد هذا التوريد المخزني فإنه لا يمكن حذف أو تعديل هذا التوريد المخزني أو حذف الصنف المراد إلغاء تعديله. سؤال بسيط أو معلومة بسيطة، يتساءل البعض: هل ممكن معرفة الكمية الموجودة في المخازن وآخر سعر توريد ومتوسط التكلفة من أمر التوريد المخزني بدون الخروج إلى التقارير؟ نقول نعم، ما عليك إلا أن تقوم بإدخال مثلا رقم الصنف ثم تقوم بالضغط على F7. إذن عند رقم الصنف تقوم بالضغط على F7، نلاحظ ماذا؟ سوف يظهر آخر سعر توريد، المتوسط الحالي، الكمية الإجمالية، وهكذا. ثم نقوم بعملية الحفظ. فإذا ما دخلنا إلى التقارير أوامر التوريد المخزني وأردنا مثلا طباعة أوامر التوريد المخزن التي تم إدخالها سواء كانت نقدا أو آجل، سواء إجمالي أو تحليلي، سوف تظهر لنا هذه الخيارات الظاهرة أمامنا. نستطيع إدخال أرقام التوريد من إلى، أو إدخال من تاريخ إلى تاريخ، مثلا بعد إدخال التاريخ نقوم بالضغط على الطباعة مثلا، سوف تظهر لنا أوامر التوريد إذا كانت إجمالي بهذه الحالة أو بهذه الطريقة. أما إذا ما أردنا تحليلي، نقوم بالضغط على التحليل ثم نقوم بالطباعة، سوف يظهر لك مثلا هذا التوريد، البيانات، مثلا التوريد رقم 1، نقوم بالضغط على السهم الأسود على الشاشة يظهر التوريد الثاني، وهكذا. كذلك نستطيع البحث بناء على الأصناف، فإذا ما أردنا مثلا معرفة التوريد الذي تم للتلفون سامسونج جالكسي مثلا رقم 3، مع إدخال رقم الصنف ثم الطباعة سوف يظهر رقم التوريد الذي تم إدخال وتوريد هذا الصنف. إذن في التقارير نستطيع معرفة وطباعة التوريد المخزن إما بشكل إجمالي أو تحليلي، إما بناء على التاريخ، على الأرقام، على جميع الخيارات التي تناسب مستخدم نظام يمنسوفت. نكون بهذا قد أتممنا شرح أمر التوريد المخزني. معلومة بسيطة ومهمة، في التوريد المخزني، في مردود التوريد، في أمر الصرف هذا في إدارة المخزون،
في فواتير المشتريات، في فواتير المبيعات، يتأثر المخزون كميا بمجرد الحفظ حتى لو لم يكن أمر التوريد المخزني مرحل. هذا التأثير الكمي. أما التأثير المالي فيتم من خلال الترحيل من إدارة الحسابات.